السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله يا رب يكون يومكم مبارك وحلو. درس اليوم حيكون عن الـ Adverbs of Manner. أوكي، في أحد الفيديوهات السابقة تكلمت عن الـ Adverbs of Frequency، so درس اليوم حيكون متعلق بالـ Manners. أوكي، so خلونا نبدأ. أوكي، here أوكي السؤال يقول Why do we need to use Adverbs of Manner؟ يعني ليش لازم نستخدم الـ adverbs of manner؟ إيش هو الهدف؟ Okay؟ To provide information. To provide information بمعنى حتى تحصل على معلومات أكثر about the situation. Okay؟ A situation ممكن يكون location. Okay؟ بالنسبة مثلاً كـ address يعني العنوان أو شيء. Timing الوقت. The quality. Okay؟ يعني الكمية أو حاجة. And many more. وما أدراك. أوكي، من ما أدراك يعني إلى آخره. أوكي، so مثل ما قلت لكم ال adverbs. أوكي، يعني adverbs of manner يعني نستخدمها حتى لما يعني إذا كان نبغى نتحصل على معلومات أكثر أو معلومات كثيرة متعلقة، خصوصا لما تكون متعلقة ب location ب timing أو and so on. So إيش اللي لازم نعمله؟ لازم نضيفه ال ly okay at the end of the adverb. أوكي، بمعنى أن لازم نستخدم ال ly. ال ly هذه لازم نحطوها في نهاية ال adverb. أوكي، ليش لازم نحطوها في نهاية، ليش لازم نستخدمها في نهاية ال adverb؟ حتى تعطينا معلومات أكثر يعني على اللوكيشن، مثلا على الأكشن نفسها، يعني كيف الأكشن كان يعني كيف الأكشن كان performed أو was performed. Okay، so هذا هو الهدف. يعني إذا أنتم مثلاً تبوا تعرفوا يعني كيف شيء صار، okay، لازم تحطوا له ال ly. Alright، خلونا نشوفوا example عشان نفهموا المصطلح أكثر. Okay، here I used to drive slowly. بمعنى أنا في الماضي، أوكي، يعني كنت يعني بستخدم بسوق السيارة بطريقة بطيئة، وكنت بسوق السيارة يعني بشوية. Okay، so هنا slowly. Okay، slowly تبين لنا كيف كنت بسوق السيارة. Okay، يعني I used to drive slowly. So هذا هو الأكشن. الأكشن هنا بيني هو slowly، ببطء، يعني slowly بمعنى ببطء. Okay، slow بمعنى بطيء، لكن هنا slowly بمعنى ببطء، يعني كنت بسوق السيارة ببطء. Okay، أما بالنسبة للمثال الثاني she dressed beautifully، فهنا لما الواحد بيسأل كيف كان الدرس متاعها، يعني كيف كان مثلا الفستان أو اللباس بشكل عام، يعني هل كان اللباس حلو أو مش حلو، فbeautifully لما ضيفوها للإلواي في نهاية الكلمة، okay، هذا يعني كتوضيح لللبس نفسه. Okay، يعني كأنه شي يعني يعني she dressed beautifully، يعني بمعنى لبست بطريقة حلوة أو اللباس كان حلو عليها، يعني something like this. Okay، طبعا مثل ما أنتوا عارفين أن درس اليوم فيه أمثلة جدا كثيرة. Okay، بس من الصعب علي أني أستخدم كل الأمثلة وأشرحها في الفيديو، لأن عادة الفيديو عبر اليوتيوب لازم يكون قصير شوي. أوكي، بس إذا أنتوا حابين تعرفوا معلومات أكثر حول درس اليوم، أوكي، بالنسبة للأمثلة، بالنسبة للإكسبلانيشنز اللي مستخدمة مع كل مثال، أو بالنسبة للشرح نفسه أو المصطلحات أو غيره، فأنا عندي lesson material. أوكي، أنا كاتبة ملخص، بس الملخص أنا كتبته بالإنجليزي. أوكي، لأن أنا يعني شرحي كله بالإنجليزي. Alright، يعني أنا عادة حتى في الكلاسز اللي بعطيها في الكوليج عادة بعطيها بالإنجليزي. أوكي، فعشان هيك ممكن يعني شرحي باللغة العامية، باللهجة العامية، يعني فيه لخبطة شوية، بس أنا بحاول على قدر الإمكان إني أوصلكم المعلومة. Alright، بس في أيضا في فيديوهات على اليوتيوب نزلتها بالإنجليزي. أوكي، يعني الشرح كله بالإنجليزي، فإذا أنتوا حابين تشوفوا هذه الفيديوهات فقط تنقروا عليها. أوكي، فأنيوي يعني بالنسبة لدرس اليوم زي ما قلت لكم، إذا أنتوا عندكم يعني
أي استفسارات حول الماتيريال اللي أنا كتبتها، فهذه هي الأشياء اللي حتلاقوها موجودة. يعني هذا هو، هذه هي الـ expectations أو الـ objectives تبع الماتيريال. يعني هذه الأسئلة وتوضيحات جدا مختصرة، وفي توضيحات جدا كثيرة حتكون موجودة في الماتيريال، بالإضافة إلى النصائح، وبالإضافة إلى يعني points معينات، يعني أشياء معينة حتى تلقوها موجودة، وكل شيء أنا يعني لخصته ووضحته بطريقة سهلة حتى تساعد الجميع على فهمها. فإذا أنتم عندكم أي معلومات أو أي استفسارات حول الماتيريال، أوكي، أو إذا عندكم أي يعني أي معلومات حابين تعرفوها أكثر، أو أي شيء يعني أو أي استفسارات، فأهلا بكم على صفحتي عبر الفيسبوك بيج. أوكي، هذه صفحتي في الفيسبوك، تنقروا عليها وتعملوا لها لايك، وتكتبوا لي في المسج اللي انتو حابين، يعني انتو حابينه مثلا، سواء شرح درس معين او سؤال عندكم او شيء، او فيكم ترسلوني عبر الايميل. اوكي، واذا انتو جداد على قناتي في اليوتيوب، بليز اعملوا لها سبسكرايب، اوكي، حتى يصلكم كل جديد باستمرار. واذا استفدتم من درس اليوم اعملوا له لايك، واذا عندكم اي استفسارات فيكم مثلا تكتبوا لي في الكومنت سكشن الاستفسار اللي عندكم. Alright, so بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب ان شاء الله يكون درس اليوم مفيد، اوكي، رغم انه هو يعني قصير شوية. ونشوفكم ان شاء الله في لسن جديد، واتمنى لكم ليلة سعيدة او يوم مبارك اذا انت بتشوف الفيديو بالنهار. So yeah، السلام عليكم، باي باي.